أصبح من الضروري زراعة النباتات العطرية في المنزل. ها هو النعناع الذي يسمى بالحبق في العربية السعودية، إنه النعناع جميل ورائع. سنريكم في هذا الفيديو كيف يمكننا أن نقوم بزرعه في هذا الإناء الصغير أو أي إناء آخر، لكن سنبدأ بهذا الإناء الذي كما تشاهدون مملوء بالتقب. من أجل تسريب المياه الزائدة نضيف التربة إلى هذا الوعاء، ومن ثم يمكننا أن نغرس هذه الجذور. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد، وإن كنت تشاهد القناة فاشترك في القناة ليصلك دائما الجديد. لن سنقوم بإكتار النعناع في هذا الوعاء الصغير، وهذا الجذر من النعناع كما تشاهدون في الصورة قمنا بقطعه، وسنقوم بغرسه في هذا الوعاء الصغير. هذا النوع من النعناع يخرج العديد من الرؤوس وهو سريع النمو، كما يمكننا أن نقوم الآن بزرعه في هذه التربة كما تشاهدون الطريقة. نقوم بغرس هذه الجذور داخل هذه التربة وتغطيتها جيدا. وها هي العقلة الآن أصبحت جاهزة، سنقوم برش الماء عليها. سنقوم بسقيها جيدا في المرة الأولى، والسقي يكون مهم في المرة الأولى لأن التربة تكون بحاجة إلى الماء، وبالتالي يمكننا سقيها جيدا من أجل أن تعطي الرطوبة الجيدة لهذه الجذور. وكما تشاهدون هذه هي العقلة التي حصلنا عليها في هذا الإناء أو الوعاء الصغير. سندخلها إلى هذا النفق الضبابي الصغير كما تشاهدون، أو إن لم توفر لكم فضعوا عليها قطعة بلاستيك من الفوق. وها هي العقلة الآن في هذا المكان أو داخل هذه القطعة البلاستيكية، حيث توفر لها الرطوبة ودرجة حرارة ملائمة لنمو وتسريع هذه النبتة. وها هي بعد مرور 3 أسابيع أصبحت بهذا الشكل كما تشاهدون في الصورة. هنا الجذور الجيدة وكذلك الأفرع الصغيرة التي بدأت تتكاثر بشكل كبير جدا. إذن هذه هي العقلة التي قمنا بزرعها مسبقا. إذن بعد مرور 1.5 شهر أو تقريبا 2 شهر، ها هي هذه العقلة التي قمنا بغرسها مسبقا، وها هي الجذور كما تشاهدون، فقمنا بنقلها إلى هذا الوعاء الأكبر، وهي الآن تحتاج إلى أن نقوم بغرسها في وعاء آخر أكبر من هذا، أو يمكننا أن نقوم بغرسها أو نقوم بالإكتار منها، حيث يمكننا أن نقوم بنفس الطريقة التي قمنا بها في بداية الفيديو. الآن كما تشاهدون هذه العشبة أو هذه النبتة جميلة ورائعة جدا كما تشاهدون، فهي تعطي منظر وكذلك رائحة قوية جدا وطعمها لذيذ. إنه النعناع السعودي أو نعناع العربية السعودية، النعناع المدينة، نعناع المدينة أو نعناع الجبلي، هذا نوع من النعناع فهو جيد ورائع وممتاز. لذلك ها هي نبتة التي قمنا بغرسها بعقلة واحدة، أصبحت لدينا الكثير من العقل الآن، يمكننا أن نقوم بغرسها وتفريقها على بعض هذه الآنية. وفي ختام هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.